السلام عليكم. اليوم احنا ان شاء الله في الدرس 15، في عندي هنا مراجعة على الدرس رقم 14، هخليها للآخر أو في وقتها، وحنبدأ مباشرة في الدرس رقم 15 اللي هو حنتحدث فيه عن الوسط الثنائي. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. دائما العلماء بيستغلوا الخواص تبعت المواد بيدمجوها مع بعض بطريقه او باخرى وبيطلعوا منها اشياء جديده. من ضمن الحاجات اللي احنا تحدثنا فيها قبل هيك اللي هي مثلا فرق الجهد الكهربي اللي موجود ما بين المواد، وكيف استخدموه العلماء في صناعه البطاريات. هنا عندنا الاختلاف في التوصيل، اختلاف التوصيل، يعني المواد الموجودة في الطبيعة مش كلها لها درجة موصولية واحدة، كل مادة من المواد لها درجة موصولية تختلف عن التالية. عندنا هنا الرسم هذا ببين بعض المواد ما بين موصلة، يعني هنا مواد موصلة، هنا مواد غير موصلة أو عادلة، وهنا في الوسط أن مواد شبه موصلة، في منها السيليكون ومنها الجمال. من أمثلة المواد الموصلة طبعا النحاس والألمنيوم. المواد الشبه موصلة من أمثلتها السيليكون والجرمانيوم، ومن المواد العازلة المايكا والسيراميك. ولو احنا رجعنا للجدول اللي موجود هنا حنجد انه المواد الشبه موصلة اما يكون في مدارها الخارجي 3 الكترونات، او يكون في مدارها الخارجي يكون في مدارها الخارجي 4 الكترونات، وبالتالي كل ضربتين بيشتركوا مع بعضهم في الـ4 الكترونات وبكونوا رابطة تساهمية. بتكون هذه طبعا من الصعب انه تمر من خلالها التيار الكهربي. حناخد شوية عن السيليكون. طبعا انا مش هحكي فيزياء كتير لانه في ناس متخصصين للحديث بالفيزياء، انما احنا حنخش بشكل مباشر على اللي احنا عايزينه. قلنا انه هي 4 ذرات حوالين النواة او في المدار الخارجي، وبتكون رابطة تساهمية مع ذرة ثانية زي ما احنا بنشوف هنا. هي هنا ذرة من السيليكون، هي لها اربعة زي ما احنا بنشوف لها 4 هي، وبتشترك مع واحدة تانية في كمان 4، وبصير هي حواليها قديش؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، واللي في جنبها 8، وهكذا. يعني كل واحدة مشتركة بالأربعة اللي معاها مع الأربعة أو الأكثر اللي حواليها، وبالتالي بتصير أو هذه بنسميها شريحة من السيليكون النقي، وهذه بتكون طبعا مادة شبه موصلة، يعني بتوصل التيار الكهربي عند جهود عالية، يعني بتدي مرورة عالية. لو حاولنا نعطي رقم، يعني أنا بأعطي رقم لموصلية مادة من السيليكون، فأنا مثلا بعطي هنا على سمك معين، على سمك معين بعطي لها مقاومة حوالي 10 ميجا، بعطي قيمة، يعني أنا بعطي لك قيمة، فأقول لك هذه مثلا شريحة من الشرائح قيمتها، قيمة المقاومة تبعتها 10 ميجا اوم، وطبعا هذه قيمة عالية جدا 10 ميجا.
طبعا هذه القيمة افتراضية لسمك وجهد معين، يعني السمك ما حددتوش ولا الجهد انا حددته لان بقيس عليه، وانما هو رقم. بقول لك انه هذه المقاومة موجودة للخفض اذا اضفنا لجزيئاتها بعض الالكترونات. يعني اذا انا هو في كل مدار الان اصبح في رابطه تساهميه، فانا اضفت الكترون زياده يعني صاروا 9 مثلا، او انا اخذت صاروا 7، او اذا قل سمك الماده او زادت درجه الحراره او زاد الجهد، كل هذه الامور بتاثر في القيمه اللي انا اعطيتك اياها قبل. يعني اي ماده من السيليكون لو انا زودت لها الكترونات، لو انا اخذت منها الكترونات، لو انا زودت السمك، لو انا رفعت السلك، لو انا زودت الحرارة، زودت جهد، كل هذا حيأثر في الموصلية تبعتها. عشان يعملوا عندنا الشريحة الموجبة بيضيفوا شوائب للسيليكون. إذا أضافوا شوائب للسيليكون ممكن يكون موصل جيد للتيار الكهربي. نشوف كيف هنا بيعملوا الشريحة الموجبة. هنا عندي شريحة سيليكون خلطوا عليها شوية من البورون. البورون زي ما احنا بنشوفها هنا ثلاثية التكافؤ، 1 2 3 ثلاثية التكافؤ. لاحظ انه هنا في فجوة، في نقص في الالكترونات. هنا صار في نقص في الالكترونات. لما صار هنا نقص في الالكترونات بنسميها شريحة موجبة. نسميها ايش؟ شريحة موجبة، لأنه صار فيها نقص في الإلكترونيات. في الإلكترونيات. يعني فلو أضفنا مادة البورون مثلا وهي ثلاثية التكافؤ لمادة السيليكون لأصبح هناك نقص في الإلكترونيات السالبة في الشحنة مقابل كل ذرة من الشوائب تعني البورون. هنا حطينا البورون فتكونت عندنا شريحة موجبة. نعم، مادة جديدة. هنا عندي المسمى بتاعها شريحة البورون. هذه لو أنا افترضت بداية إنه أنا أخذت سمك معين من السيليكون وقست المقاومة بتاعته كانت عندي 10 ميجا، لو أنا جبت شريحة الشريحة اللي حطيت عليها شوية بورون يعني أصبحت موجبة التكافؤ، ألاقيها أصبحت موصل جيد للتيار الكهربي. يبقى الآن أصبح عندي شريحة تحولت من شبه موصل للتيار الكهربي، لما اضفت لها ماده جديده اللي هي البورون اصبحت ماده موصله للتيار الكهربي. نشوف كيف بدنا نعمل شريحه سالبه. شريحه سالبه هنا اضافوا لها الفوسفور. جابوا نفس الشريحه تبعت السيليكون او شريحه مشابهه للشريحه الاولى وراحوا اضافوا لها الفوسفور. الفوسفور خماسية التكافؤ وبالتالي بصير في عندي هنا الكترون زيادة، الكترون حر، الكترون حر، بصير عندي هنا الكترون زيادة حر. الموجبة، نعم الموجبة بكون عندها نقص في الالكترونات والسالبه بيكون عندها زياده في الالكترونات. يعني هنا لما انا بضيف الفوسفور اللي هو خماسيه التكافؤ 4 منه زي ما احنا بنشوف هنا 4 بخشوا في الرابطه التساهميه وفي 1 بضل حر، هذا سهل انه يتحرك من مكان الى مكان. لو انا جبت شريحه السيليكون لحالها اللي هي مطعمه بالفوسفور بجد انه مقاومتها منخفضه جدا. يبقى أصبح الآن عندي شريحتين، واحدة موجبة مقاومتها صغيرة جدا أو صفر، وشريحة سالبة برضو مقاومتها لحالها صفر. يعني عندي الآن شريحتين كل واحدة لحالها بتكون قيمة المقاومة تبعتها حوالي صفر. أجتنا نعمل الوصلة الثنائية وهو الديود. بتنعمل الوصلة الثنائية طبعا عن طريق دمج أو تلاصق هذول الشريحتين مع بعض. نشوف ايش اللي حيحصل عند توصيل الشريحتين. حتبدا الالكترونات السايبه اللي موجوده هنا الزياده تعبي الفجوات. حتبدا الالكترونات الزايده هذه
تعبي الفجوات. لاحظ انه هذه النقطه يعني مهمه في فهم عمل الثنائي ومن بعده الترانزستور. لما انا هذه قبل التوصيل هذه كانت شريحه فيها زياده الكترون موصله، وهذه شريحه فيها نقص الكترون وموصله. لما انا جبت الشريحتين هذول ودمجتهم مع بعض او لزقتهم ببعض، اللي حصل انه الالكترون الموجب اللي هان، الالكترون الزائد عفوا اللي هان، انتقل الى الفجوه اللي هان. ايش اللي حيحصل؟ حيتكون في النص هنا منطقه اصبحت متعادله، منطقه متعادله. لاحظ انه هنا التكافؤ مكتمل على 8، فتصبح هذه المنطقه منطقة النضوج، وهي شبه موصلة، وهي تماما زي شريحة السيليكون اللي احنا حكينا عنها قبل ما نضيف لها المواد. لكن هذه الشريحة رقيقة جدا جدا جدا، يعني زيادة ما انت يعني انا ما بقدرش اقول قديش ممكن يكون رقها هذه المنطقة، لكن هي منطقة يعني صغيرة جدا 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 مقارنة بحجم الشريحة الموجبة والشريحة السالبة. بتكون هذه المنطقة صغيرة جدا. عفوا إن شاء الله. بهيك احنا بنكون حصلنا على شريحة موجبه وسالبه، الشريحتين مع بعضهم بنسميهم ثنائي او بنسميهم ايش؟ طيب دايود بتعني ثنائي. دايود بتعني ثنائي. طبعا معايا هنا فيديوهات، صحيح انه يعني تشغيل الفيديوهات فاشل شويه، لكن هحاول على اساس نشوف الفيديوهات وبعدين بنراجع اللي احنا بنحكي مع بعض. نشوف الفيديو الاول بسم الله، وطبعا الفيديو ناطق بالعربي عشان هيك احط الصوت. أشباه الموصلات الثنائي دود. هذه المقاطع التي نراها لبعض الدودات. يتكون الثنائي من وحدة واحدة من وصلة بي ان، فعند إيصالها بمصدر كهربائي السالب مع بي والموجب مع ان، فإنها تتكون منطقة مانعة لسريان التيار في الدائرة. سببها تجمع الفجوات في وسط الوصلة، مما يسبب عدم سريان التيار في الدائرة الكهربائية. أما عند عكس المصدر الكهربائي فإن الفجوات تتحرك نحو القطب السالب، وأما الإلكترونات تتحرك نحو القطب الموجب، وهذه الحركة تسبب سريانا للتيار الكهربائي عبر الوصلة. عندها نسمي هذه الوصلة موصلة في الاتجاه الأمامي، لأنها تسمح بمرور التيار فيضيء المصباح الكهربائي في الدائرة. عند غلق المفتاح في الدائرة الكهربائية ويكون الثنائي موصولا في الاتجاه الأمامي، فإنه يسمح بمرور التيار من خلاله ووضوء المصباح. عند توصيله بالاتجاه العكسي ووصل المفتاح فإنه لا يضيء. الفهم أكبر. في الموجب لمصدر التيار الكهربي بالبلورة السالبة، كما يوصل القطب السالب لمصدر التيار بالبلورة الموجبة. وفي هذه الحالة نلاحظ الآتي: ألف، تنجذب الإلكترونات جهة القطب الموجب مبتعدة عن منطقة الجهد الحاجز تاركة خلفها شحنات تأثيرية موجبة ويزيد الجهد الموجب. ب، تنجذب الفجوات الموجبة جهة القطب السالب مبتعدة عن منطقة الجهد الحاجز تاركة خلفها شحنات تأثيرية سالبة ويزيد الجهد السالب. ونتيجة لذلك يزيد الجهد الحاجز عن 1/10 فولت حتى يتساوى مع جهد المصدر، ومن ثم لا يمر تيار كهربي في حالة التوصيل الخلفي. حيث أن مقاومة الوصلة الثنائية في حالة التوصيل الخلفي تكون كبيرة جدا، ويمكن التعبير عن التوصيل الخلفي بالشكل البياني الموضح أمامنا. يمثل الجزء الأيمن من الرسم الجهد الموجب للبلورة السالبة. أشباه الموصلات الثنائي دود. هذه المقاطع التي نراها لبعض الدودات.
والفرق بين يتكون الثنائي. الفيديو شغال قدامي، اذا عندك الرابط تبع الفيديو نزله عندك. الفيديوهات ثلاث فيديوهات كلهم مع بعضهم من 4 دقائق، يعني مش 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 مساحه كبيره. نزل الفيديوهات وانا هحكي من خلال الشرح تبعي عن الموجود في الفيديوهات. بس الفيديو زي ما تقول انا بس استخدمته هنا على اساس انه بيرسم صوره متحركه، الصوره المتحركه بتخلي الاستيعاب افضل شويه. حاول نشوف الفيديو الاول، الفيديو الاول مش عايز يشتغل. هذه المقاطع التي نراها أشباه الموصلات الثنائي داود، هذه المقاطع التي نراها لبعض الداودات أشباه الموصلات الثنائي داود، أشباه الموصلات الثنائي داود، هذه المقاطع التي نراها لبعض الداودات. يتكون الثنائي من وحدة واحدة من وصلة بي ان، فعند إيصالها بمصدر كهربائي السالب مع بي والموجب مع ان، فإنه يتكون منطقة مانعة لسريان التيار في الدائرة. سببها تجمع الفجوات في وسط الوصلة، مما يسبب عدم سريان التيار في الدائرة الكهربائية. أما عند عكس المصدر الكهربائي فإن الفجوات تتحرك نحو القطب السالب، وأما الإلكترونات تتحرك نحو القطب الموجب. انقفل هيك. ده بعيد كمان مره. بقول الرسمه هذه، الرسمه هذه هي اللي انا شرحتها قبل شويه، اللي هي بعد ما احنا شبكنا الشريحه الموجبه مع الشريحه السالبه بتتكون منطقه نضوج. ليش بتتكون؟ لانه الالكترونات الحره اللي هان بتنتقل للفجوات اللي هان، اللي في الطريق بصير منطقه عازله، فبتمنع انتقال مزيد من الالكترونات وبتبقى ايه واقفه، يعني بصير حاجز ما بين الالكترونات اللي على اليسار والالكترونات اللي على اليمين، انه ما بصير ما فيش انطلاق انتقال الالكترونات، وبتسمى هذه منطقه النضوج، وهي ماده شبه موصله رجعت زي السيليكون مكان زمان، اللي هي هيها موجوده هنا، موجوده هنا حتى بدون وجود تيار كهربائي. لما انا بحط هنا جهد كهربي، طبعا انا هنا بستخدم مقاومه متغيره، مقاومة متغيرة، هنا أنا زودت أو قللت في قيمة المقاومة المتغيرة، فزودت الجهد الموجب، الجهد الموجب على البلورة الموجبة، والجهد السالب على البلورة السالبة، لأنه أنا بأشتغل انحياز أمامي، فبتبدأ هنا الإلكترونات اللي طالعة من الطرف السالب للبطارية تتنافر مع الإلكترونات الموجودة في الشريحة السالبة، فبتبدا تندفع باتجاه الشريحه الموجبه. هذا الاندفاع بيبدا يقلص في هذه الفجوه، بيبدا يقلص الفجوه، هنا الفجوه بقت كبيره بينهم، هنا بدات تتقلص هذه الفجوه وتصغر. بعد شويه اذا انا زودت الجهد بزياده الشريحه العازله اللي كانت بينهم بتصير مش موجوده، وبصير هذا راح. عشان البطء تبع الفيديو بعرفوش شغال ولا مش شغال، يعني هو واقف عندي وخلاص. خلينا مركزين. هنا اصبحت قلنا اول ما وصلت الشريحتين انا ببعضهم تتكون منطقة النضوج. بديت اعطي جهد، منطقة النضوج بتنقص. اعطيت جهد كافي، اصبحت منطقة النضوج مش موجودة، واصبحت الان هذه شريحة موصلة للتيار الكهربي، والبي هذه شريحة موصلة للتيار الكهربي، ويبدأ مرور تيار كهربي من الموجب الى السالب، او من السالب الى الموجب، هنحكي عنها كمان شوية. مش متعادلة، بتبدأ تمرر تيار كهربي، بيبدأ يمر التيار الكهربي خلال الوصلة. لكن من خلال هذا المرور اذا كانت الشريحتين اللي انا مستخدمهم من السيليكون، فلازم نقص الجهد عندي 6 من 10 فولت، لازم نقص الجهد 6 من 10 فولت. هلقيتها بنشرح كيف بنقص 6 من 10 فولت، او رسمه اوضح شويه. نشوف طبعا لو كانت سيليكون، انما لو كانت جرمانيوم بكون النقص عندي
2 من 10 فولت. يعني الجهد اللي هنا علشان يعدي هنا لازم ينخصم منه 6 من 10. ما نقدرش نقول متعادل يا استاذ احمد، ما نقدرش نقول متعادل. التمرير العكسي، التمرير العكسي احنا بدأنا قبل الجهد الكهربي، بدأنا هنا بمنطقة النبوب اللي هي موجودة واللي هي انوجدت بمجرد تلاصق الشريحتين ببعضها، وهنا عكست الجهد الكهربي، أصبح الموجب على السالب والسالب على الموجب. نعم ينقص منه 6 من 10 إذا كانت سيليكون طبعا. بصير هنا الإلكترونات السالبة اللي موجودة هان بتبدأ تتعادل مع الجهد الموجب اللي في البطارية، الجهد الموجب في البطارية جهد عالي، جهد كبير، فبيسحب الإلكترونات باتجاهه، فمنطقة النضوب بتزيد. بزود الجهد كمان بتزيد أكثر وأكثر، وقتيش بتضلها تزيد هذه النقطة؟ وقتيش يعني أنا فرق الجهد هذا بيتحمله؟ هذه حاجة تقريبا تصميمية. الستة من عشرة فولت تقريبا. نعم قديش بتقدر تتحمل هذه الوصلة فرق جهد ما بين هذول الطرفين بالاتجاه العكسي؟ هذه حاجة بيحددها اللي بيصمم هذه الوصلة، اللي هو بيصنعها، اللي هو بيصنعها بيقولها بتحتمل كذا وكذا. هذا طبعا اسمه التوصيل العكسي، التمرير العكسي او الانحياز العكسي. العنصر الثاني اللي هو الجرمانيوم، 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 هذه اللي انا بحكي عنها السيليكون، اما الجرمانيوم هو الثابت 7.2 من 10. جرمانيوم. طبعا مش بس السيليكون والجرمانيوم بيستخدموا في صناعه الترانزستور، لا، في مواد، نعم جرمانيوم، في مواد تانية اللي هي من أكاسيد المعادن، ولأن أكاسيد المعادن برضه شبه موصلة وتستخدم في صناعة الترانزستور، وخاصة ترانزستور تأثير المجال. هي هنا رسمة بوضح لك فيها، مثلا أنا هنا عندي الصفر، عندي هنا جهد 12 فولت، عندي هنا ثنائي من السيليكون، عندي هنا ثنائي من السيليكون. نعم 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 أنا مش هحكي فيديا يعني، أنا مش هحكي فيديا. فلو أنا كان عندي هنا مصدر 12 فولت، هيو السالب هو سالب، رحت حطيت ثنائي في الطريق ولا حاجة، بس حطيت الثنائي، هأجد إنه نقص من 12 فولت 1.4 6 من 10 فولت. يعني لو أنا بدي أقيس بين هذه النقطة وهذه النقطة هأقيس 11.4 من 10. لو حطيت كمان ثنائي هقيس 10.8 من 10. لو حطيت كمان هقيس 10.2 من 10. لو حطيت كمان هقيس 6.9 و6 من 10. يعني لانه كل ثنائي هيهبط على طرفينه 6 من 10 جهد فولت، كل ثنائي عشان يسمح للجهد بالمرور من خلاله هياخد منه 6 من 10 فولت. ان شاء الله بدك تحط 100 ثنائي، معنى ذلك انه انت بتخصم 60 فولت. يعني مثلا لو انا كان عندي بطاريه 12 فولت، 12 فولت، وعندي مصباح بيشتغل على 9 فولت. نعم ثابت تقريبا، تقريبا يعني تقريبا بنقدر نقول، ما بنقدرش نقول 100% لانه اي شائبه اي حاجه بتخلف القيمه هذه، لكن قديش يعني ثابت؟ يعني 6.5 او 5.5، يعني قصدي يعني مثلا 65 او 55%، يعني بين 55 و65%. ماشي الحال. يعني انا بفترض مثلا لو انا عندي هنا بطاريه 12 فولت، هنا عندي بطاريه 12 فولت، وعندي انا جهاز راديو او مصباح او اي حاجه بتشتغل على 9 فولت. تشتغل على 9 فولت، بإمكاني أركب لها ثنائي 2 3 4 5 على التوالي، على التوالي، طبعًا 5 في 6 اللي هو 3 فولت،
بنقص من ال 12 3 فولت، وهنا بقدر اشغل الراديو بتاعي. يعني لو انا عندي، وهذه طريقه مضمونه وتمام التمام، يعني انا عندي بدل ما استخدم منظم جهد واستخدم حاجات ثانيه، بأجد هذه طريقه سهله جدا انه انا اهبط الجهد من 12 ل 9 فولت في حال مكان ال 12 دائما مضبوط. وطبعا هذه الطريقه ايضا مستخدمه، الطريقه عمليه بس بيستخدموا ثنائي او اثنين مش اكثر، يعني مش خمسه زي ما انا حاضر. في عندنا هنا حاجه بدنا نحكيها لمره واحده، اللي هي الاتجاه الحقيقي والاتجاه الافتراضي للتيار الكهربي. اول ما صنعوا الكهرباء، يعني اول ما تعرف على الكهرباء، قالوا ان الكهرباء تنطلق من القطب الموجب الى القطب السالب. ولما صنعوا البطاريات قالوا هذا قطب موجب وهذا قطب سالب، والكهرباء تنتقل من الموجب الى السالب. هذا هو الاتجاه الافتراضي اللي هم عارفينه. بس بداوا يتعرفوا على الالكترونات وبوهر ورذرفورد والعلماء الكبار هذول، اكتشفوا انه لا، التيار الكهربي هو ينتقل حقيقه من السالب الى الموجب. ينتقل من السالب الى الموجب. فايش بدهم يعملوا؟ قالوا اوكي، احنا حنقول انه الاتجاه الافتراضي لمرور التيار الكهربي هو من الموجب الى السالب. يعني هو بكون عكس الاتجاه الحقيقي، دائما احنا حنعتبر انه التيار الكهربي يعني من الموجب الى السالب ما لم يذكر غير ذلك. يعني انا بقول تيار كهربي، معنى ذلك بقول انه بينتقل من الموجب الى السالب. اذا انا بدي اقول لك تيار الالكترونات، بكون بحكي في قصه ثانيه، بقول لك من السالب الى الموجب. وتيار الالكترونات يعني مش كثير بنركز عليه في الشغل تبعنا، دائما احنا بنركز على الجهد الموجب. حتى المصممين خلاص يعني لما بيصمم القطع بحاول يتعامل مع التيار الافتراضي اسهل للاداء. الثنائي مش فارقه معاه، اقلبه هيك ولا هيك بيشتغل زي ما انت عايز، مع لو قلبته او ما قلبتوش. في لما انا حكيت المره اللي فاتت الدرس اللي هنا، الدرس هنا اللي هو السؤال هذا، السؤال لما انا بحس المحول فيديو تبع امبارح تبع الدرس اللي فات، فحس الجهد بالساعه المالتي ميتر اداني 12 فولت. لما حسبت قيمه الجهد، لما حسبت الجهد عن طريق جهاز رسم الاشاره الاستلسكوب، حسب لي اياها فوق ال 30 فولت. وسألت السؤال وين الفارق هذا راح؟ قلت أنا دائما حنتحدث عن التيار الكهربي على أنه بينتقل من الموجب إلى السالب. يعني أنا مش عايز أقول في هذا الموضوع لخمة، يعني التيار الكهربي ينتقل من الموجب إلى السالب. حتى في الثنائي ما بفضلش اقول هذا موجب وهذا سالب، لانه هذه الحاجات سبحان الله يعني دائما بتعمل لخمه. يعني الطرف الموجب والطرف السالب. قلت انه انا مش حابب ادخل في التيار الحقيقي، انا بدي احكي فقط عن التيار الافتراضي، وانا بافترض ان التيار ينتقل من الموجب الى السالب. بس. السؤال هو كان عندنا لماذا من القمه للقمه حوالي 3 اضعاف قيمه الجهد المقاس بالمالتيميتر، اللي هو كنا شفناه في الفيديو الدرس اللي فات. علشان مش عارف ايش السؤال، ايش اللي بتقصدوه؟ حكيت كثير انا، حكيت كثير. لا، اجابه السؤال لسه. لسه انا ما اجابت على السؤال، اجابه السؤال هي موجوده هنا
في القيمة الفعالة للجهد. قلنا طب هو اللي هو الموضوع اللي هنا اللي هو الروت مين سكوير أو اللي هو بنسميه متوسط جذر التربيع. عشان احنا يعني جبتها هنا بشكل هندسي، يعني رسمت رسمه بشكل هندسي، يعني الرسمه اللي امامك الان هي دوره تردديه واحده، جزء منها موجب وجزء منها سالب. هنا جزء موجب وهنا الجزء السالب، وهنا الخط اللي هنا اللي هو خط الصفر، يعني هنا صفر او النيوترون، هنا موجب وهنا الآن مش راسم هذا رسم، بدي اياك تركز معي. لو جبت انا مصباح لمبة في النقطة هذه المصباح مش حيضوي، لكن هنا النتفة هذه الخط اللي انا عملته هنا عند الخط هذا المصباح حياخد جهد منخفض، والجهد اللي حياخده بين النقطة هذه والنقطة هذه بس. بعد شويه من الزمن المصباح هياخذ جهد ما بين النقطه هذه والنقطه هذه، يعني هيكون عليه جهد اعلى، بنستمر هنا بيعلى بيعلى بيعاود بينخفض بيعاود بيوصل للصفر، ودائما بقى شغال ارضي مع موجب، ارضي مع موجب. بعد هيك بدي يشتغل ارضي مع سالب، ارضي مع سالب، ارضي مع سالب، ارضي مع سالب، القمه هنا، بعدين بيرجع هنا، بعدين بيرجع هنا، وبعدين يرجع للصفر، وبعدين بيرجع بيكمل الدوره تبعته كمان مره. شوف الشكل اللي بقى. لا بنلاحظ هنا انه الجهد اللي كان هنا، يعني مثلا ممكن يكون الجهد اللي هنا مثلا يقول 10، هنا 0، هنا ناقص 10، يبقى الجهد عندي هنا 10 زائد 10 20 فولت، يبقى 20 فولت. يبقى 20 فولت. لاحظ هنا ال 20 فولت انا مقدرهم مقاس 4 سنتي. لاحظ انه المنطقة هذه ما فيش فيها طاقة. المناطق اللي فيهم الطاقة الأحمر والازرق، هذه المنطقة فيش فيها طاقة، فاضية. وهذه المنطقة فاضية، وهذه المنطقة فاضية، وهذه المنطقة فاضية. ولاحظ حتلاقي انه مساحة المناطق الفاضية أكبر من مساحة المناطق اللي فيها طاقة، لأنه الطاقة حتكون محشورة بين الموجب والسالب، بين طرفي الجهد. هنا ما فيش جهد، ما فيش طاقة، لكن في طاقة هنا، في طاقة هنا، في طاقة هنا. بنكمل الرسم البياني بتاعنا. الآن أنا هأنقل الأزرق فوق. لما أنا نقلت الأزرق فوق، على طول في عندي نص الجهد، نص قيمة الجهد راحت. يعني لو كان هو 4 سنتي أصبح طوله 2 سنتي بس. صار طوله بس 2 سنتي. وال 2 سنتي هذول فيهم إيش؟ فراغات مش لازم لها. ايش حنعمل هان؟ حجيب الجزء هذا واعبيه هنا، والجزء هذا واعبيه هنا، والجزء هذا واعبيه هنا، حيصير عندي الشكل هذا كله الان مليان من هان لهان، يعني كل هذا اصبح طاقه،
هذه هي القيمة الفعالة، هذه هي القيمة الفعالة في الجهد هذا. شايف الجهد هذا؟ هي الجهد هذا، شايف قديش هو هنا جهد طالع وجهد نازل ومش عارف ايش، لكن هذه القيمة فاضية، هذا فاضي، هذا فاضي، فيش هنا طاقة، الطاقة كلها ركزتها واعتبرت هذه هي القيمة الفعالة الـ RMS. القيمة الفعالة في الجهد اللي زي هذا بتعادل حوالي ثلث القيمة ذيك تذيك. شكرا يا سلام سلام. طب الحديث اللي كنا بنتحدث فيه احنا، كنا بنتحدث عن الموجة الجاذبية، هذا اسمها موجة جاذبية، موجة جاذبية. وهنا طبعا المتخصصين بيحسبوا الزاوية هذه، بالمناسبة لهم علاقة بالزاوية هذه، الزاوية هذه قديش، يعني لهم علاقة بهذه الزاوية قديش، ولهم حساباتهم. هذا هو، نعم هذا هو شكل التيار المتناوب اللي عندنا في المنازل، كل هيتو بيكون ناخذ الشكل هذا. نعم هذا هو اللي احنا بنتعامل معه. لكن في عندنا احنا في دوائر تنظيم الجهد اللي هي السويتش مود باور سبلاي، بتتعاملش مع الموجه السكوير، بتتعامل مع الموجه، يعني بتتعاملش مع الجاذبيه، بتتعامل مع المربعه. هذه موجه مربعه، الزاويه هذه قائمه، هذه الزاويه بتكون قائمه يعني او شبه قائمه، لانه ما فيش تطلعش، يعني الزمن هذا ما بيطلعش صفر، هذا في زمن بين النقطه هذه والنقطه هذه، لابد ان يكون في زمن، لكن احنا نعتبرها قائمه. اذا كانت الموجه شكل الموجه قائم، القيمه الفعاله بتصير النص. لاحظ الرسم، الرسم واضح، نقلنا هذول فوق خلاص على النص تماما. يبقى القيمه الفعاله هنا في الجهد في الموجه الجاذبيه حوالي الثلث. الموجة القيمة الفعالة في الموجة المربعة حوالي النص. واحد يقول لي ليش انا بحكي الكلام هذا؟ هذا الكلام بكرة لما تدرس الدوائر السويتش مود باور سبلاي تبدأ تستوعب الأمور هذه أكثر، وتبدأ تعرف فوائد التكنولوجيا الحديثة. في عندنا كمان شكل ثاني من الموجة اللي هو الموجة المثلثة. الموجة المثلثة، الموجة المثلثة طبعا واضح انه المخزن فيها كبير، ناخذ منها حوالي الربع بس. اذا عندنا في عندنا الموجة المربعة، الموجة الجاذبية، والموجة المثلثة. كل قيمة، كل ار ام اس لوحدها فيهم تختلف عن الثانية. الار ام اس للجاذبية حوالي ناخذ الثلث، الار ام اس للمربعة ناخذ حوالي النص، الار ام اس لا الموجة المثلثة ناخذ منها حوالي الربع. في عندنا هنا مهم جدا اللي هو البحث عن مواصفات ومعادلات الثنائيات ليبس. طبعا عشان احنا نقوم بعملية البحث، اكثر حاجة او اكثر المواقع انا بدي احاول اكد عشان اعطي لك الرابط، اللي هو موقع all data sheet، هو all data sheet. موقع الاول داتا شيت نعم، اي الاخ سلام جاب الموقع هذا، يعني من اشهر وافضل المواقع اللي انا بستخدمها علشان ابحث عن الخواص ومواصفات الثنائيه. انا هنا بتحدث عن ثنائي 1M4007.
إذا أنت ما استثمرتش كل اللي درسناه سابقا، لا مؤاخذة ما بتستوعبش حاجة في الداتا شيت. يعني لما عشان تفهم الداتا شيت معنى ذلك لازم تكون مستوعب اللي احنا درسناه في السابق. وهلقيت حنحكي واسأل بدك إياه سبحانه. لازم تكون مستوعب اللي احنا درسناه في السابق. استناك يا استاذ محمد اسال. قبل ما محمد يسال سؤاله بذكركم كيف احنا بنستخدم رسم الاشاره العادي. كيف احنا ممكن نستخدم رسم الاشاره؟ قلنا عشان نقيس الجهد بنضرب عدد المربعات الراسيه بقيمه التدريج. عشان نقيس التردد، التردد بده حسبه واحد على الزمن. ناخذ زمن الدوره نضربها في مربع، نضرب عدد المربعات بقيمة التدريج بيطلع معايا زمن النبضة الواحدة. بعد هيك بنقسم واحد على هذا الزمن اللي طلع فبيطلع معايا التردد. دائما عشان اضبط جهاز رسم الإشارة في عندي منطقة مكتوب عليها CAL اللي هي اختصار كلمة كالبوريشن اللي هي عملية الضبط والمعايرة. لازم الجهاز في عنا مواصفات للثنائيات احنا بندرسها من خلال الداتا شيت بتاعنا. في عنا مواصفات ثنائي يعني مصنوع او هو مش حجر، هو ماده هيك جامده شويه زي ما تكون سيليكون، يعني الغلاف الخارجي زي ما يكون من السيليكون. وهذول اجلال يعني معظمهم بلاستيك الغلاف الخارجي، غلافهم سيليكون مش عارف بحس انهم بينكسر يعني سهلين الكسر، يعني ممكن تلاقي الدايود في الجهاز مكسور. طبعا بيركب بداله واحد في غلاف بلاستيك. اهم حاجه انك انت تكون فاهم المواصفات اللي احنا بنحاول نتطرق لها فيما تبقى لنا من موضوع. فهم المعادلات مهم جدا، وانت تستثمر فيه كل المعلومات اللي احنا درسناها في الوقت، يعني كل الحاجات اللي احنا درسناها قبل هيك لازم تستثمرها عشان تفهم الداتا شيت. هنا عندي المواصفات تبع الثنائيه موجوده هان، ركزت على بعض امور منها انا. الامور ركزت عليها هيني انا موضحها هنا في بعض التفاصيل. يعني هنا بوضح حاجه اللي هو ماكسيمم كرنت بيك ريفيرس فولتج. يعني قلت يا محمد انه اذا كان الثنائي الثاني اللي انت بتحكي عنه بيساويه في نفس الخواص تركب، بغض النظر انه كان الاطار الخارجي بتاعه ازاز او كان الاطار الخارجي بتاعه بلاستيك او كان الاطار الخارجي بتاعه سيليكون، اهم حاجه عندي المواصفات هذه، اهم حاجه عندي المواصفات الموجوده هنا. اذا المواصفات الموجوده هنا وجدت في الديودين، اما هذول لا بيركبوش مطرح مع بعضهم اللي هو الواحد ان 4007 والواحد ان 41 38، لا بيستلفوا كثير عن بعض. 48 هذا 100 ملي وال 4007 1000 ملي، يعني واحد امبير ما بيركبوش اطلاقا مطرح بعض، وهذا جهده 1000 وهذا جهده 100 ما بيركبوش خالص، بيركبوش خالص مطرح بعض. على فكره ما بيركبوش مع بعض، لا هذا بسد مكان هذا ولا هذا بسد مكان هذا. خلينا نفهم الداتا شيت هذه بتجاوب احسن من يعني تفهم لا كل حاجه، بدل ما انت تكون محدد عندك ثنائي واحد اللي بتسال عنه. خلينا نفهم مع بعض نلحق نخلص. ممكن يعني اذا كنت بتحكي عن ليد، الليد ممكن انا على المكثف يقعد فتره طويله، فتره طويله يعني دقيقه مثلا. يعني عندي انا لما طبعا ما انتم عارفين ان هنا بتقطع الكهرباء دائما، فعند الجهاز بعرفش ان الكهرباء قاطعه لان الكهرباء بتقطع، هو لسه ضاوي الجهاز، ضاوي اللمبه تبعته. خلينا في الداتا شيت
استاذ احمد خليك معايا في الداتا شيت. احمد الكينج خليك معايا في الداتا شيت، خليني اخلصها وبعدين اسالني بالتكليف. قلت انه هذا الجهد العكسي بتاعه، جهد الانحياز العكسي بتاعه 1000 فولت. ايش يعني جهد عكسي؟ هاي عندي النبطين هم الحمر والزرق، الحمراء بالاتجاه الموجب والزرقاء بالاتجاه السالب. بالنسبه للحمراء بتعدي ما فيش مشكله، بناخذ منها بس قديش اللي هو الجمرك تبع الديود اللي هو 6 من 10 فولت. يبقى الجهد اللي بالاتجاه الموجب بالنسبه للثنائي ما لهوش علاقه، يعني الثنائي بالانحياز الامامي يدخل ان شاء الله 1000 فولت 10000 فولت ما لهوش علاقه، لانه هو بياخذ 6 من 10 تبعين وبس سايب الباقي. ها وين الشطاره؟ الشطاره في الانحياز العكسي. فبالنسبه لهذا الثنائي جهد انحياز عكسي بتحمل لحد 1000 فولت، طب اكثر من 1000 فولت بعود بعديه خلاص ما بقدرش اسمه، بخليه مضبوط. يبقى عندما بدي اختار ثنائي مكان ثنائي، هي في حاجه مهمه جدا انا لازم انتبه لها اللي هو جهد الانحياز العكسي. لازم جهد الانحياز العكسي يكون مساوي لجهد الانحياز العكسي للثنائي الثاني، بغض النظر هذا قزاز ولا بلاستيك ولا ايش المكان. انا عندي حاجات اساسيه لازم تتوافر، من ضمنها جهد الانحياز العكسي اللي هو موضح في الداتا شيت تبعت الجهاز انه هذا 1000 فولت. طبعا انا اختصرت من الجدول هذا لان انا بحكي عن الدايود 2004 انا بحكي عن 4007، اخذت بس القيم تبعت ال 4007 وسيبت القيم الثانيه هذه. هنا ال 4001 50 فولت، هذا 1000 فولت، يعني كل ثنائي له المواصفات الخاصه تبعته، وهذا الجدول كان في عندي هنا ماكسيمم ار ام اس فولتاج اللي هو الجهد الفعال 700 فولت. لما يقول لي الجهد الفعال 700 فولت معناتها انا بقدر اشغل هذا الثنائي في بيك تو بيك 2000 فولت. ال 2000 فولت هذول في منهم 1000 اللي بيعدوا، هذول مالناش علاقه فيهم. في ال 1000 الثاني اللي هو ما بيعديش، ال 1000 الثاني هو ما بيتحملش ال 1000 كلها لفتره طويله، هو بيتحمل منهم 700 فولت بس. يعني انا ممكن اشغله 7 في 3 على حوالي نعم ال 2000 فولت زي ما انا حاسبها بالسابق. يعني هذا الجهد العكسي الفعال. في عندي انه انا اشغله على جهود دي سي. اذا شغلته على جهد دي سي فيحجز جهد مقدار 1000 فولت. اذا شغلته على دي سي بيحجز جهد مقداره 1000 فولت. وبالمناسبه ممكن احيانا استخدم الثنائي العادي كزيمر بدل زيمر دايود، بس ما بكونش بنفس الدقة، ما بكونش بنفس الدقة. يبقى هذا الثنائي بيتحمل جهد دي سي عكسي. هنا لما حكينا عن 700 فولت حكينا عن جهد بكون اي سي، لأنه هنا بيقول لي القيمة الفعالة أو المتوسط جذر التربيع، لكن هنا لا، هو بيحكي عن جهد دي سي مش عن حاجة. توصيل عادي بيوصل 1 أمبير، 1 أمبير. يعني الدايود هذا بدنا نسأل عنه، هلقيت في عندنا خاصيتين مهمات جدا، وهي الخاصية هذه والخاصية اللي حكينا عنها في الأول اللي هي هذه. يبقى هذا الثنائي هو 1000 فولت، 1000 فولت 1 أمبير، 1000 فولت 1 أمبير. تيار سلك هذا، هذا التيار مهم جدا، هذا التيار مهم جدا جدا. ولاحظ انه هذا التيار 30 امبير، تيار عالي، لكن هذا التيار مسموح له، يعني الثنائي بيقدر يمرر ال 30 امبير بس لمده قديش؟ 8.3 ملي ثانيه بس، بيقدر يمرره لمده 8.3 ملي ثانيه. اكثر من هيك طبعا هو انا بيحكي عن القيمه القصوى اللي هي 8.3. انا بذكر في ايام ما كنا نحكي عن المصابيح، ايام ما كنا نحكي عن المصابيح، المصباح هذا مقاومته الاوميه حوالي 1 أو 2 أوم، حوالي 1 أو 2 أوم. اول ما انا بوصله في التيار الكهربي، اول انا ما بوصل هذا المصباح في التيار الكهربي، يعني في لحظه التشغيل الاولى تبقى المقاومه لسه ايه؟ 2 اوم،
وبالتالي قبل ما ترتفع المقاومة لسه، أنا بحكي عن قبل ما ترتفع المقاومة، لأنه أول ما بيمر التيار حيمر في المقاومة الواحد أوم، بعد ما يمر في المقاومة الواحد أوم تبع السلك هذا، السلك هذا حترتفع درجة حرارته، معنى ذلك إنه في تيار لحظي، في تيار لحظي حيمر داخل هذا السلك، هذا التيار اللحظي هو اللي إحنا نتحدث عنه، هو هذا اللي إحنا نتحدث عنه، إنه في تيار لحظي، أول ما بمر التيار هنا حيمر في المقاومة الواحد أوم أو الاثنين أوم. فلازم يكون الثنائي قادر على، طبعا حيكون اكثر من الواحد امبير، هذا التيار حيكون اكثر من الواحد امبير، بقول لك الديود هذا بتحمل لحد 30 امبير، لكن لو كان هذا الديود بس واحد امبير ولو زودت عنه الجهد، لو زودت التيار تبعه عن واحد امبير، لو يعني التيار زاد مثلا صار 1.2 امبير بيعطل، معناتها لو حطيته هنا على طول حيعطل الثنائي. يبقى الخاصيه هذه خاصيه مهمه جدا، ولاحظ هنا مكتوب عليها سرق، احيانا بيكتبوا عليها المعنى، يعني انا تيار لحظي او نبضي، يعني اللي كتب كلام يدل على هذا المعنى، يعني مش شرط يكون هذا هو الكلام المكتوب، لكن بعد ما الثنائي بعد ما المصباح يمر في التيار الاول، الان يا استاذ مروان ترتفع درجة حرارته وببطل يمر التيار زي الأول، ولا مثل أي حاجة، ولا مثل أي حاجة، هذه خاصية موجودة في الثنائي. بس أنت ممكن، أنا حطيت هنا مصباح عشان إحنا ما أخذناش المكثفات، أنا حطيت هنا مصباح عشان إحنا ما أخذناش المكثفات، لو إحنا أخذنا المكثفات بقول لك إنه أول ما الباور سبلاي بيشتغل حيستهلك تيار عالي من الجهاز بسبب شحن هذه المكثفات، لازم تكون الثنائيات هذه تحتمل هذا التيار العالي، لازم تكون الثنائيات تحتمل التيار العالي. هنا طبعا احنا قلنا انه اتفقنا على انه الثنائي السيليكون بيحجز على طرفين 6.10 فولت، لكن هذا اذا مر في 1 امبير، لكن هذا اذا مر في 1 امبير ممكن يصير على طرفين 1.1 فولت، وهذه حاله خاصه بهذا الثنائي، يعني هذا الرقم 1.1 مختص بهذا الثنائي فقط لا غير، يعني ممكن ثنائي ثاني يكون القيمة أكبر وثنائي ثالث تكون القيمة أقل. ماشي الحال. في هنا حاجة أنا كنت في هذه اول نقطه كان المفترض اتحدث فيها بس انا طبعا نسيت احطها، اللي هو سنجل فيس، طبعا هو بيقول سنجل فيس هاف ويف 60 هرتز، يعني هذا الثنائي بيشتغل على ترددات منخفضه جدا لحد 60 هرتز. في هنا يعني فيما تبقى من الوقت حاطرح هنا، ارجع شويه هنا لورا واذكر بمرور التيار الكهربي، اللي بيعرف يعرف لي التيار الكهربي يعرف، حدا بيعرف يعرف التيار الكهربي؟ هذا ماشي. التيار الكهربي هو هو تكرار لعدد الشحنات، قلنا هذا هو التعريف الحديث. طب هو شحنات، لو انا جبت مثلنا يعني التيار الكهربي انه عباره عن كرات، كرات هذه الكرات موجوده في بربيش او موجوده في انبوب، لو انا ضغطت كره في اول الانبوب حتطلع كره مقابل لها من الانبوب الثاني، كويس؟ طب انا بدي اسال هنا سؤال، هل سرعة التيار الكهربي في السلك تساوي سرعة التيار الكهربي في هذه الشريحة؟ هل سرعة التيار الكهربي، السؤال اللي هو بيقول هل سرعة التيار الكهربي في السلك العادي تساوي سرعته في هذه الشريحة؟ لا طبعا، لأنه هنا
هنا في انتقال الكترونات، هنا في انتقال الكترونات، في حركه الكترونات. حركه الالكترونات، الالكترونات لا تسير بسرعه التيار الكهربي. الالكترونات ما تسيرش بسرعه التيار الكهربي. قديش سرعه الالكترونات؟ سرعه الالكترونات ما حدش بيعرف سرعتها. ليش؟ لانه تعتمد سرعتها على قيمه الجهد بكثير قيمه الجهد المسلط عليها. يعني انا بدي اعطي لك مثال، ناس فيزيائيين عملوها تجربه على سرعه الالكترون. بقول لك هذا اللي صنع الالكترون، بقول لك انه اذا كان عندي سلك طوله 1 سم، مساحه قطره 1 ملم، على طرفيه جهد 1 فولت، فالالكترون عشان يقطع هذا السنتي تتخيل قديش بده وقت؟ طوله 1 سم، مساحه مقطعه 1 ملم، الجهد اللي على طرفينه 1 فولت. الرقم صادم يا ستح، الرقم صادم، يعني الرقم 20.8 دقيقة. ثمانية وعشرين دقيقة، يعني لو سلك طوله 1 سنتي، مساحة مقطعه 1 ملليمتر، على طرفيه جهد 1 فولت، فالإلكترون عشان يمشي هذا السنتي بده 28 دقيقة. لا 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 لا، ملوش علاقة، التجربة خاصة تماما بهذا الموضوع. يعني أنا بعرفش كيف الفيزيائيين عملوها، أنا أخذت النتيجة منهم. يعني في أحد المراجع وأنا بقرأ عن سرعة الإلكترون، وما هي صعب إن الواحد يستوعبها. والله قريتها هذه في كتاب، يعني من كتاب كان في إيدي أنا قريتها، أما ما عنديش لينك إلها لأنه أنا قريتها في كتاب. على العموم احنا حنستفيد من هذه العملية، نستفيد من هذه العملية عشان نقول لك انه السيمي كوندكتورز مش كلهم نفس السرعة. يعني لما انا تحدثت عن الثنائي هنا، خد على كده، حنستثمر المعلومة واخليك انت تدور عليها كويس، حنستثمرها بس في فهم الثنائية، حنستثمرها في الفهم. لما بقول لي هذا الثنائي 60 هرتز، لما بقول لي هذا الثنائي 60 هرتز، معنى ذلك انه سرعة الالكترون داخل هذا المادة منخفضة جدا، سرعة الالكترون داخل هذه المادة منخفضة جدا. أنا مش حأزود الوقت، أنا مش حأزود الوقت، بس أصبح بدي أقول إنه عندك ثنائي، الثنائي بدك تستبدلهم الجهد الانحياز العكسي، التيار التردد، جهد التيار التردد. تسأل الاخوه في الدعم، مع اني ما شفتش حدا منهم اليوم، الدعم الفني اسالهم، انا ما شفتش حدا منهم اليوم. عشان تستبدل ثنائي بثنائي لازم تهتم بالجهد. تفضل اسال قبل ما نطلع. الجهد، التيار، التردد. التردد مهم جدا علشان انت تستبدل ثنائي بثنائي. فالقضية مش حتكون قضية إكزاز أو بلاستيك أو سيليكون، القضية هنا قضية خواص ومواصفات لهذه الثنائي. الدرس الجاي إن شاء الله، الدرس الجاي يا استاذ احمد خلص ما صارش حاجه. يعني والله الكتاب كبير يا مروان، والله انا الكتاب كبير، تعرف انا بس تخلينيش اقعد ادور في الكتب اللي عندي يا مروان. والكتاب على فكره ناطق بالانجليزيه مش عربي، كتاب مش عربي، ناطق بالانجليزيه. اللي بتذكره انه نتائج التجربه كانت في صفحه ايدك الشمال لتحت، يعني هي كل اللي بتذكره مني. 1 ملليمتر، 1 سنتي، 1 فولت، 28 دقيقة.
الرقم مش هنساه يعني. الرقم مش بقدرش انساه لانه كان مفاجئ بالنسبه لي. سرعه الالكترون ما هي مش ثابته، مش ثابته سرعه الالكترون. يعني انت عندك في الشاشه، معلش اذا الكنترول ما قطعش، مثلا في الشاشه السي ار تي اللي عندنا احنا بنشغلها على 25000 فولت و 20000 فولت عشان نحصل على تسارع رهيب للالكترون، تصير سرعته رهيبه ساعتها. ولي بنسميها الواحد تسارع. الواحد تسارع لانه بسرع السير تبع الالكترون، لانه الشاشه السي ار تي اللي بخلينا نشوف الضوء بتاعها اللي هو اصطدام الالكترون بالفوسفور اللي على وجه الشاشه، عشان هيك بتنور. فبيلزم لنا تسريع لهذه الالكترونات، عشان هيك بحطوها في جهود 300 فولت وكذا وكذا وكذا، على اساس انه نحصل على الالكترون سريع جدا. لانه لو بدك تركن على الالكترون على 1 فولت وعلى 5 فولت انه يقطع الشاشه، معناتها ان شاء الله كل شهرين بنشوف صوره. لكن هو بيشغل على جهود مرتفعه ومسافات اقل من الواحد سنتي، فبسرع الالكترون بشكل كبير، بسرعه بشكل كبير. وبصير سرعته ساعتها تقارب سرعه الضوء، وان كانت اقل برضه من سرعه الضوء، لانه انت لما بدك ترسم 25 منظر احسبها حتلاقيها اقل بكثير من سرعه الضوء. ماشي يا شباب، بكره ان شاء الله او الدرس الجاي ان شاء الله حنتحدث عن التقويم نصف موجه، حنركب فيه الديود ونركب المكثف. المكثفات برضه حنحكي عنها باقتضاب. وبالمناسبه انا نسيت اقول لكم انه تقريبا حنخلي اخر محاضرتين او اخر درسين بس للاسئله. اخر يعني حنحاول انهي اليوم 15 16 17 و18، يعني غير ثلاثه بدي انهي فيهم المواضيع كلها. وبعد هيك بضل عندي درسين للمناقشات، بل عندي للمناقشات على اساس نشوف ايش في مناطق. فاي واحد في حاجه مش بتخرب بتسرع المولد تبعك. فقط 20 محاضره، نعم. وهم قبل 20 محاضره استاذ محمد. ماشي يا استاذ محمد، احنا قلت انا انه اخر درسين معايا طبعا بالنسبه لل 20 محاضره معايا انا، ما بعرفش يعني الاستاذ يحيى. معلش يا استاذ محمد، لان انا بذلت مجهودي وعلى حسب يعني. بعرفش الاستاذ يحيى دبر كمان واحد او يعني مين حيكمل معاكم، انا من اول اتبرعت ب 20 ساعه. دائما استاذ محمد اللي بيستعجل على الطبخه قبل ما تستوي تطلع من الزيت. ماشي. كل يعني اليوم انا عشان افهمك الديود مشيت معك 15 ساعه، عشان افهمك المكثف بدي بس ساعتين، عشان افهمك الترانزستور بدك ساعه. فلما تحكي عن المبرمجات بتصير ايش؟ الامور يعني اسهل، وبصير بدك حاجات. المهم ان تكون انت اسست حالك كويس، المهم تكون انت اسست حالك كويس، فهمت ايش هو الجهد. احنا هنا كله عشان نفهم الجهد والتيار والمقاومه، المكثف، المقاومه، الحاجات الاساسيه تبعتها، وهي الدوره، دوره في الاساسيه. واصل معي هذه الدروس، وبتواصل مع اللي بعدي هتلاقي حالك بتنجح. فيش واحد بيصر على شغله الا بعود بنجح فيها، بس يدرس يعني، مش الاصرار لمؤاخذه التيار، لا، الاصرار باجتهاد. ماشي، انا بدي اترككم. السلام عليكم. بالمناسبه المره اللي فاتت مش انا اللي قطعت، النت اللي قطع. المره اللي فاتت انا ما كانش ممكن اقول لكم الا السلام عليكم، بس النت اللي قطع فما قلتهاش. المره هذه بقول السلام عليكم مرتين، على المره هذه والمره اللي فاتت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.